السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ شو أخباركم؟ واضح المكان وين صرنا اليوم، صح؟ من وين؟ من خيمة فوانيس. كيف السنة حتكون؟ خلونا ندخل نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه هي الخيمة. هنا الاستقبال حلو، الجلسات الخارجية حلوة، مع إنه واحد حيجلس هنا الحين، بس حلو المنظر. الموية لسه باقي كتير على الفطور. يلا خلونا ندخل نشوف ونكمل. اوكي، حبيت الديكور السنة ما شاء الله تبارك الله. هنا طبعا الفي اي بي، ومش الفي اي بي، الفي اي بي، وهنا العادية. بس خلونا نشوف الاكل على طول قبل الزحمة. اليوم انا جاي بدري عشان اصور زي العالم والناس. فوسيلي بصلصة البولونيز. اوكي، هنا واضح انه دخلت على الايطالة على طول. اوكي، هي عالم ايطالي يعني، انا احول، معلش سامحوني قبل الفطور. طب نروح هنا ولا هنا؟ لا واضح انه ما شاء الله، حبيت انه المساحة كبيرة يعني. سمبوسة الله اعلم ايش، هنا سمبوسة، روبيان بالسمسم، مش عارف ايش. وهنا واضح انه هندي، تندوري هندي. اوكي لسه جالسين يجهزوه. اوكي في حاجات خاصة، حلو حلو حلوة الأشياء هذا، أنا بحب الحاجات الصغيرة الزيادة يعني. الريحة ما أقول لكم، الريحة حلوة ما شاء الله تبارك الله. أوكي ما شاء الله حلو. هنا الهندي، وخلصنا الإيطالي والهندي. هنا إيش؟ نودلز. أوكي، ونودلز كمان. إيش هذا؟ ما شاء الله، واضح انه خروف. اوكي، هنا السوق، كريم الدجاج، شوربة كويكر، عدس. احلى حاجة انه مغششين، كاتبين حريرة. وهنا دجاج ولحمة، هذه لحمة. اوكي، وهنا فيجيتابل، وهنا كسكسي. طيب خلصنا الحين هذا. عاملين حركة حلوة، عاملين حركة حلوة، شوفوا. بتخيلين هذا كله بالشوكولا، 100% شوكولات. واو، هنا الفواكه، برضو الفواكه حلوة، في كميات. لا حبيت المكان ما شاء الله تبارك الله. أم علي كالعادة just for play، هذا للعرض بس حلوة شكلها برضو. هنا الحلويات، كنافة، أبغى كنافة. إيش هذا؟ حلوة. وأم علي مرة ثانية. وهنا يا الله يا الله، حبيت الفكرة. السلام عليكم. وهنا اوكي حبيت. طيب نيجي هنا، ايش في هنا؟ ايش في هنا؟ هنا المقبلات ما شاء الله حلوة. ايش هذا؟ بلسمي. اوكي، مقبلات. ايش هذا؟ ليه مخبينا هذا؟ خبز، حلو. وهناك ايش عندهم هناك؟ ما بعرف، شاورما، شايف، وبطاطس مقلية. شوف الاجبان. لا واضح، المهم الاكل يعني، المهم الطعم قصدي. فمش حنعرف الحين الا بعد ما يقدم، الحين مش عارفين حاجه ما شاء الله. طيب ولساتنا عند المقبلات، صلصة سيزر، شريم، سوشي. سوشي زنطوط بس حلو برضه. شوف الكافيار،
لايف. بعد نيجي لهنا مش عارف ايش في هنا. هنا شايف صلصة و... ايش هذا؟ قصدية. مين؟ تشيكن قصدية. قصدية ايش انسايد؟ تشيكن كابسيكوم جلابينو وكامولي لبنة شادر تشيس ولبنة؟ اوكي حنجربها حنجربها. تشيكن كس اوكي. وهنا مشاوي. مشاوي مشكله هنا. اوكي حنجيلها بعدين نشوف. اسمي ثانك يو. هنا ايش في؟ اعتقد هنا في ستيك فهذا الصوص مشروم اعتقد. بطاطس اخيرا شفت بطاطس. تخيل من اول رمضان ما شفت بطاطس وبطاطس كارت. افتكرت بطاطس حلوه انا. جمبري اعتقد. مش عارف سمك مشوي. لا مش هذا السمك المشوي اعتقد. هذا السمك المشوي. بازيلا قرصان. شريش كبسة. لا حلو شكلها ما شاء الله. وبعدين ايش في هنا؟ جمبري اعتقد او سمك. في حاجات غامضة. والكيدز اريا من الاماكن الجدا مهمة ولا جميلة ولطيفة. حلو حط لهم اكل بعد هناك. وفي اكتيفيتي بالطاطات. وانا كخالد. خالد ما جا معي اليوم. بلاي ستيشن. وهناك كان في نطاطة. كان يقولون ان هناك نطاطة بس ما ادري ايش صار عليها. هذا الحمد لله لسه على قيد الحياة. لا حلو والله. حلو. وهناك الاكل والايس كريم والحلا حقهم. حبيت. لا يستاهلوا. هو كذا يكون افطارنا اليوم خلص. فندق الفيصلية قاعد فوانيس. بصراحة الفطور يجنن ما شاء الله تبارك الله. لا فعليا من احلى الاماكن اللي افطرت فيها. سعر الفطور للشخص 435 ريال. هذه بالاماكن العادية. عموما صحيح في الحين من اليوم لغاية اخر رمضان العشر الاواخر خصم 20% على ال 435. بالنسبة للفي اي بي السعر الشخص 550 بس هذه ما عليها اي خصم. لا تنسوا تسوي لايك وسبسكرايب وشاركوا في القناة. ايه تقييمه للخيمة 9.5/10. روعة 9.5/10. لا تنسوا تسوي لايك وسبسكرايب وشاركوا في القناة عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية ان شاء الله. سلام.